الإنسان، ارحم في وسط الأحداث ده فكر الكتاب المقدس، فكر الكنيسة. وسط الأحداث دي لقينا نفسنا مهتمين بنفس الاهتمامات، إن الكنيسة أولاً وسط الميدان، الكنيسة في ميدان التحرير، ويمكن معجزة أصلاً الكنيسة في وسط ميدان التحرير، ويمكن سبب وجودها في ميدان التحرير يظهر دلوقتي ويظهر سببه من نهاية الأربعينات. كانت منطقة صعبة قوي تعمل فيها كنيسة، لكن اتبنت بوجودها هنا خلانا قريبين ما نقدرش ننفصل عن الأحداث. عرفنا انه في ضرب في الميدان، فجينا امبارح تقريبا حوالي الساعه 7 وفتحنا المستشفى. وفي الاول اول مثلا ساعتين ثلاثه كنا شغالين سبلايز، يعني بنبعت، لان كان عندنا سبلايز كتير قوي قوي قوي، والمستشفيات الثانيه ما كانش عندها الحاجات، فكنا بنبعت لهم الات، بنبعت لهم سرنجات، بنبعت لهم خيوط جراحيه وكده. بعد شويه اكتشفوا انه في مستشفى هنا، فبدات الناس تيجي. اول مثلا ساعتين ثلاثه كان مثلا حوالي 8 حالات، كلها حاجات بسيطه اتعاملنا معاها. وبعدين على 2:30 الصبحية قالوا لنا ان هم ضربوا المستشفى الميداني اللي جوه ميدان التحرير، فقلنا الدكاتره اللي هناك وقالوا لنا احنا ننقل المستشفى الميداني هنا. وفعلا عملوا كده، جابوا كل الحاجات بتاعتهم وجم، وعملنا زي 3 زونز يعني هنا بنستقبل الحالات اللي هي سهل اسعافها، الحالات اللي مش خطيره، وجوه عملنا زون 2 زونز تانيين بنستقبل فيهم الحالات الخطيره اللي محتاجه التدخل يعني اكتر كثافه.